تعلم أخي الحبيب أنه يوجد دعاء وذكر عندما تقوله فالله تبارك وتعالى يرد عليك بنفسه، وهذا فضل كبير من الله تعالى ومنة منه على عباده. فوالله إنها لسعادة كبيرة أن الإنسان يتكلم ويرد الله تعالى عليه. فمن أراد أن يتكلم مع الله تعالى فعليه بهذا الدعاء والذكر كي ينال شرف الكلام مع الله تعالى. وهذا الدعاء هو عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهم جميعا أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق قال: الأغر شيئا لم أفهمه، فسألت أبا جعفر فقال: من رزق هن عند موته لم تمسه النار، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا سارع وتكلم مع الله تعالى وقل لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنسى الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر على نشر المزيد إن شاء الله.